ايوه ماسكه هيك انا بحركه. حلو. طيب اولا حاب اقول لك شيء اللي هو وش الفكرة يعني اللي دائما تاخذينها عن متعب؟ عني انا ايه؟ كيف يعني؟ لا تضحكي، فيكي تضحكين، ما في شيء يضحك. لا يعني استغرب. يعني ايه عادي عادي، عارف انك بتستغربين اساسا. شو يعني؟ انت عادي والله، انا بعزك كثير. بتعاملني منيح. ليش تتوقعين انه متعب يعاملك منيح؟ اصلا هيك انا بشوف أهلا وسهلا. معاملتك، انا هيك بشوف معاملتك. طيب اللي ابغاك تفهمينه اني انا انسان ما احب ازعل من احد، هذا اول نقطه. ثاني نقطه، أيوة انا ما أنا. اي ما احب، انا اذا غلطت على احد اجي اعتذر منه عادي. يعني مو ما وانا كم مره اعتذرت منك؟ دقيقه لا جاوبني، كم مره اعتذرت منك؟ اوكي انا ما احب ان احد يجي يعتذر مني اساسا. ليش؟ ليش؟ لاني ما بحب اني احط احد في موقف زي هذا. إيه؟ ما احب اني احط بسمه او خوله او بس او انت اي واحد. يعني لا 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 انا ما ازعل. بس انا شوفي حسيتك زعلت. انت تحسين لانك انت عارفه انك انت سويتي غلط. لا لا شوفي انا والله، شوفي انا ممكن اني اناظر فيك نظرات تحسين ان نظراتي انا هذه جاي من زعل. اكيد لانه انت ممثل. اوكي لا مو قصه تمثيل، مو ما اصطنع كثير انا. ناصر تكلم ل ناصر. بابك يسلم عليكم. بابا يسلم عليك. ثانك يو ثانك يو مس عبد عن جد والله. لا لا عادي عادي بس كويس. بس هو ما. بس كنت بدي اقول شغله ما بعرف شو كان بيقولوا قطع الخط. ان شاء الله تلحقي خير ترى. بس ما شكون لك يهدر دابا؟ ما عرفتش انا ما نهدرش. اجي هدري دابا نوضي. ايوه بلا تنسي الهدره مع مفتاح. طيب هدر ايش؟ بي بيسلم عليكم كله يعني. ايوه المهم. فبقول لك خلص الحكي معك أيه. اقول لك ان دائما لا تفكرين متى. انا غير عبد العزيز، غير عبد العزيز 180 درجه. يعني انا ممكن اني احس نفسي غير الشباب اللي تشوفينهم. كيف يعني؟ يعني انا غير الناس، انا ما احب اكون زي احد. فهمتي؟ عبد العزيز يعني. عبد العزيز ممكن يمزح، يضحك مع خوله، ياخذ ويعطي كثير، لكن انا مختلف من اي ناحيه؟ ايش تتوقعين مختلف فيه انا؟ يعني انت ما بتحب تمزح هيك؟ لا 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 انت تشوفين متى ما يمزح؟ انك مختلف. اي مختلف يعني. انا ابغاك تشوفين انا ليه مختلف في ايش؟ انا ليش؟ اصلا ما بشوفك تعمل شيء يعني. عادي تكلمي في قاعد لوحدك هيك و... أيوة. واصلا ما بتحكي. جاتك الفرصه تحكي هيك بتحكي؟ ما جاتني الفرصه؟ ساكت ساكت. ليش تتوقعين اني انا ساكت؟ ما بعرف. لا يعني هذا تتوقعين اني انا انطوائي يعني ما احب ما بعرف اصلا ما بحب يعني حدا هيك. طيب هل تتوقعين اني انا عشان اني ساكت يعني اني فيني مشكله؟ لا. طيب ليش تتوقعين اني ساكت؟ هل هو هادي؟ ايه. انا هادي؟ ايه. طيب ليش تتوقعين هادي؟ ما حبيبي حبيبي اذا بدك تروح تحكي روح. خلاص اعطيت البسمه. انا بدي احكي. طيب روحي. انا اعطيت دقيقتي ليحكي. كل حكي. بس شوف الساعه كم؟ انتوا احنا عندنا الساعه 2:00 اهلي نايمين. وهلا قديش الساعه؟ واحدة هنا. الساعه 1 1 و5 1 و10 واحدة يعني بالمغرب عندنا 11. فيك يعني اهلك صاحيين. ايه روح كلمة يعني الكل حكى. يلا روح هلا بس يحيى روح انت على طول. اوكي انا ورا يحيى. يلا ليش تتوقع؟ ما بعرف. لا ما في ما بعرف احكي ما بعرف. عادي انا اصلا ما بعرف عنك شيء يعني هيك. شو هيك؟ هاي هذا يعني الهيك يعني الهيك شي هي يعني لو يعني شيء بدقة يعني هيك متعب هيك وهيك وهيك يعني ما بعرف يعني سطحي. سطحي يعني ما بتعرفي عني حاجات كثير. طيب ليش تتوقعيني ما تعرفي؟ ليش ما جيتي سالتيني قلت انت ليش كذا؟ ما بعرف يلا ليش انا هلا بسالك. شوفي انا انسان مرح كثير. اضحك كثير. عند اهلي عند اصحابي عند كل مكان. انا اسيستنت كوتش يعني عرفتي في امريكان سكول يعني في مدرسه امريكيه. فمختلط في بنات في شباب عادي. لكن انا احب امزح بحدود.
ما احب اني امزح واتجاوز حدودي في المزح. ايه فهمتي؟ في ناس يتقبلون، وانا جاي برنامج من كل بحر قطره، تعرفين سمعت من كل بحر قطره؟ يعني من تونس، من المغرب، من الاردن، من كل مكان. فانا ما اعرف اطباع الناس. اوكي؟ عشان كذا ما احب امزح مع اي شخص. يعني انا انت انا ما اعرفك كويس خولة، عشان اكون صريح معك. ايه انا ما اعرف خولة كويس. وش اللي بتعرف عني؟ يعني ما اقدر اقول لك حاجات كثيره، بس اني اقدر اقول لك انك انت انسانه ممكن حبوبه، تضحكين، تحبين تلعبين، تمزحين كثير. لا شوفي تلعبين تمرحين. اي لا عادي عادي. شوف انا اقول لك اللي انا اشوفه في بسمه، في بسمه، في خوله. ما ادري، انا ممكن ما فهمتك، وممكن انت ما فهمتيني انا. فهمتي؟ بس يعني